صباغ على الكرة. ارتقى تشرين لصدارة ترتيب الدورية السورية الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الوثبة في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري بعد مباراة عاجزة خلالها الفريقان في هز الشباك خلال الوقت الأصلي للمباراة، حتى تمكن أحمد الدالي من تسجيل هدف الفوز الثمين لتشرين في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع. وبفوزه رفع تشرين غلته لإحدى عشر نقطة ليقفز لصدارة الترتيب متقدماً بفارق نقطة واحدة على الوحدة الذي خسر أمام مضيفه الطليعة بهدف دون رد سجله خالد دينار قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في حماة. وعلى ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق حسم الجيش ديربي العاصمة لصالحه بالفوز على جاره الشرطة بهدفين دون رد سجلهما محمد الواكد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وعند الدقيقة 47، وبفوزه رفع الجيش غلته لثمانية نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن الوثبة، فيما تجمد رصيد الشرطة عند خمس نقاط في المركز التاسع. وفي دمشق أيضاً وعلى أرضية ملعب الفيحاء حول الفتوة تأخره أمام النواعير بهدف سجله سعد الله قطرميس بالدقيقة 12 إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الفتوة محمد زينو عند الدقيقتين 59 و75، وبفوزه رفع الفتوة رصيده إلى خمس نقاط بالمركز العاشر بفارق الأهداف عن النواعير 11. وفي حمدانية حلب خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على لقاء الاتحاد مع ضيفه الحرجلة، سجل الاتحاد أولاً بواسطة زكريا عزيزة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعده بدقيقتين أدرك محمد حمدكو التعادل، وبالتعادل بات رصيد الاتحاد أربع نقاط ليحل بالمركز 12 بفارق الأهداف عن الحرجلة. وفي حمص تغلب حطين على مضيفه الكرامة بهدف، وفي آخر المواجهات تعادل جبلة مع ضيفه عفرين بهدفين لهدفين.